ومكملين معاكم دايما، بنكتب تاريخ جديد وبنسطر تاريخ جديد، تاريخ كبير لاعضاء الجمعيه العموميه المتواجدين معانا، وكل شويه الناس بتتزايد وكثافات كبيره، ومعانا فنان وعضو جمعيه عموميه، فنان كبير الاستاذ مجدي كامل. استاذ مجدي ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله على كل حال، كله كويس، كله تمام الحمد لله. والنهارده طبعا يوم تاريخي في النادي الاهلي، لائحه النظام بتاعت النادي الاهلي اللي هو الدستور بتاعنا اللي احنا هنمشي بيه، وبنقول لكل الناس تعالى صوت للائحه، اللائحه دي هتفيد ولادك واحفادك وكل الناس اللي جايه. بتمنى التوفيق طبعا للكابتن الخطيب في اللي جاي، واللي جاي صعب لكن احنا قد ودود ان شاء الله. يعني استاذ مجدي، رايك ايه في اللي انت شايفه؟ توافد الاعضاء، توافد الناس، كثافه الاعضاء الموجوده، تقول لهم ايه؟ هو ده النادي الاهلي، هو لما بيحتاج ابنائه بيكونوا موجودين في كل لحظه وفي كل مكان. بقول لهم تعالوا صوتوا للائحه، اللائحه دي ده الدستور بتاعك اللي انت هتمشي عليه بعد مجلس الاداره ده، واللي جاي واللي جاي ده للتاريخ وللاحفاد وللاولاد وكل الناس. بتمنى يا رب ان شاء الله ان النهارده اللائحه نقول نعم كلنا للائحه بتاعتنا. بتمنى كل الناس تيجي تصوت، بتمنى اللي لسه ما جاش من بيته ولسه ما نزلش ينزل، علشان هو ده بقى عايز حاجه تقول لهم ايه؟ تقول لهم انزل انزل، دعم دستور النادي الاهلي، التاريخ بتاعك هيكتب النهارده ان انت عملت لائحه للنادي الاهلي، لائحه جديده مش لائحه الاسترشاديه بتاعت اي حد، اللي احنا عايزين لائحتنا احنا بتاعت النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله، بقول لكم انزلوا وتعالوا وكملوا ان شاء الله، واتمنى يا رب ان الاقبال يبقى اعلى واعلى من اللي موجود دلوقتي. يعني استاذ مجدي شكرا، مبسوطين انك كنت معانا، وشكرا ودايما تكونوا على قناه الاهلي. شكرا استاذ مجدي، انا بشكرك، شكرا جزيلا، ميرسي، ربنا يخليك، شكرا.